الست مؤنس ليها سؤال تاني كان عن صلة الرحم ليها أولاد عم يعني سيئ السمعة وتصرفاتهم مش مظبوطة. دايما بنقول إيه لما بلاقي قرابة أخلاقهم مش مظبوطة بيأتيني منهم أذى، الأولى ألا ننوي بالقلب المقاطع، ما ينويش الإنسان القطيع. أنت الأصل بتقطعيهم ذواتهم وإحنا بتقاطعي أفعال هؤلاء، بقاطع أفعالهم وأنا زعلانة من الأفعال اللي بيقوموا بها. فأنا في الحالة دي لا أنوي القطيعة بالقلب مطلقا لمثل هؤلاء القرابة، وأتجنب الشيء اللي ممكن يؤذيني أو يضايقني أو يضعني في حرج. وفي نفس الوقت الصلة بتجب على كل حال، وتجب من باب أولى على القرابة اللي ليا المحارم كالأعمام العمات الخالات والجدود وهكذا. في مثل ولاد العم عايزين نحن نصل عموما، لأن المؤمن لا يقطع مؤمنا على جهة العموم، فما بل لو في صلة قرابة هيبقى آكد أن الإنسان يصل هذه القرابة، نصلهم دون إيذاء. وإذا كان مترتب على الصلة إيذاء في سمعة أو ما شابه ذلك لا ننوي القطيعة بالقلب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.